الاسلام يا جزم يا اولاد الكلب. انا اعلن هنا انا كافر وانا في المطار يا عم. ربنا ناكل الشيطان جنبي. انا كافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي هتسمعوه في الفيديو ده هتقشعر ليه الأبدان بجد. ممكن ما تصدقوش كم العذاب اللي سيد القمني شافه وقت خروج روحه، وقت طلوع الروح، وقت معافرته قدام الموت. هتسمعوه هتشوفوا لحظة خروج روح سيد القمني بعد هلاكه وبعد إعلانه الكفر خليفة نوال السعداوي، ويعني ووالد، خلينا نقول ووالد صار حجازي الملحدة اللي توفت ايضا، هو كان مكمل لمسيرتهم واعلانه برضه. كمان ندوة ابراهيم عيسى اللي اتلغت بعد تعرضه لازمة صحية طارئة، هو حاليا في المستشفى وحالته حرجة جدا، وكان بينه وبين سيد القمني لقاء هيتم تصويره خلال الايام اللي جاية. ولكن سبحان الله، ابراهيم عيسى داخل المستشفى وهلاك وفناء سيد القمني بافكاره المخلة، بافكاره الشيطانية، بافكاره اللي كانت بتدعو وبكثرة بتدعو للالحاد، وكان عايز كل الناس تكون زيه. للأسف عندنا عينات بتأيد الناس دي، من زي نوال السعداوي وزي سيد القمني. بعد وفاتهم لقينا الهجوم الشرس، وانتوا ازاي كده؟ انتوا ليه ما بتدعوش ليه بالرحمة؟ ليه مش بتقولوا له ربنا يرحمه وان ربنا ياخد بايده ويغفر له؟ ازاي هو ما اعلنش وما قالش ان في ربنا من الاساس؟ هو رافض وجود ربنا، بيتريق على الذات الالهية وبيقول ان ربنا قاعد هو والشيطان، وبيقول ان ربنا لما انت قادر تستجيب للدعاء مش بتستجيب ليه بسرعة. ربنا قال ادعوني استجب لكم. انت بتدعي بدون اي حاجة، نية داخلية صافية. كمان خالد منتصر اللي بيقول ان الناس اللي شمتانة دي خليهم يشمتوا، لان افكاره هتفضل تورك مضاجعهم، وهيفضل فكره رائد حتى بعد وفاته. هلك وانتهى سيد القمني بعد اعلانه الحاد والكفر ومعارضته للحجاب، ويقول اصل كان زمان ما كانوش اصلا بيلبسوا ملابس داخلية، انتوا طالبين مننا نلبس حجاب ليه؟ طب انت اللي عرفك كانوا بيلبسوا ايه؟ بيطلع فكرة من دماغه ويطلع عليها كلام، وعايز الناس تمشي ورا كلامه بدون اي اثبات ولا دون اي حاجة، وفي الاخر يسموه مناضل ومفكر كبير، وان هو افكاره ستظل تورك المضاجع. لا، افكاره لا تمسنا بشيء، لكن في عينات معينة للأسف، والكلام ده موجود، ايمانهم الى حد ما ضعيف، ممكن يسمعوا كلام منه ويمشوا عليه يتبعوه. سيد القمني دعا للشذوذ ودعا للمثلية، وايضا دعا لعدم ارتداء الحجاب. سيد القمني بأفكاره اللي بتسموها أفكار تنويرية، للأسف كان بيعمل ندوات ويقعد يتريق على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شفنا قبل كده برضو كلام نوال السعداوي لما قالت أنا ضد عرض الجسد أو تخطيطه. مفيش حاجة اسمها ربنا، احنا مفيش حاجة اسمها موت أصلا، وفي الآخر برضو هلكت وشافت العذاب. احنا مش هنتكلم عن عذاب القبر، مش لينا نتدخل ولا نتكلم في حاجة خفية عن أعيننا، ولكن لينا ما حدث قبل وفاته بلحظات اللي تم الإعلان عنه، اللي هو للأسف على فكرة سيد القمني ده كان بيطلع في البرامج، وكانوا بيستضيفوه في الشاشات والتلفزيونات ويفخموه ويضخموه ويقولوا وداعا بعد وفاته، وداعا المفكر الكبير. عرضوني أنا موافقة، هتهاجموني انا ما عنديش اي مشكلة، هتقولوا عليا جهلة ومتخلفة، انا راضية جدا بهذا الجهل والتخلف، ولكن في دين وفي عادات وفي تقاليد وفي حاجات لابد من احترامها، وفرض علينا وفروض لازم نتبعها. واحد زي ده اعلن كفره، مش احنا اللي بنكفره ولا احنا اللي بنقول عليه كافر، بالعكس هو طلع زي ما حضراتكم سمعتوا قال انا كافر، وقال انا ملحد، وطلع واتريق وقال كل ما لا تتخيلوه. يمكن انا في كلمات كتيرة قوي مش حابة اقولها عن ما قاله، هقول لحضراتكم دلوقتي ما حدث لحظة خروج روحه.
طبعا هو بقاله فترة بيعاني ومريض، ودايما كان هو حتى مريض بيقول انا لا اعاني من مرض، هذا المرض عابر وهيمر مرور الكرام وما عنديش اي مشكلة خالص. طيب ايه اللي حدث قبل وفاته بلحظات؟ وفاة سيد القمني او هلاكه عليه طبعا من الله ما يستحق، اراح واستراح ومستراح منه الى يوم الدين كمان. يعني بجد ان تقولوا شمتانين، اه شمتانين، في عينات معينة كده الشماتة جائزة فيهم وواجبة عليهم كمان. قبل وفاته حس بطلوع الروح، هو حس واختنق جدا جدا، وكان بيمسك زوره ويمسك رقبته ويقول سيبوني سيبوني، انا مش عايز اموت، سيبوني انا لسه موجود، انا عندي افكار هتطلع كتير، انا عندي كلام لازم يتورث ولازم اكمل فيه. وطالب في وصيته ان يتعمل ليه تمثال وتفضل رواياته وكتبه منشورة ويتم تدريسها في المدارس، وقال لازم كل الحاجات اللي ألفتها والأفكار اللي أعلنتها يتم تدريسها داخل المدارس. فلحظة طلوع روحه كانت مؤلمة ومرعبة، كان بيشد في شعره وبيشد في راسه، وكان مش عايز، مش قابل الموت، مش رافض فكرة ان في موت. وكان اخر كلمات لي اخر كلمات انا سأظل خالد حتى بعد وفاته، كانت دايما دايما بيدعو لهذا الكلام، الكلام اللي للأسف انا حزينة جدا ان في بعض الناس اصحاب القلوب الضعيفة او المريضة بيأيدوا هذا الشخص، زي نفس نوال السعداوي لما تهاجمنا ايام ما تكلمنا عنها، هذه السيدة اللي فعلا فعلا كلنا ارتحنا من وجودها بافكارها اللي بتسموها فكر متقدم وبيحاكي الغرب. غرب ايه؟ عايزين تحاكوا الغرب روحوا عيشوا هناك، ما تيجوش تتكلموا في الدين وفي الاسلام وفي الفكر الديني وتعلنوا ذلك على الملأ، وفي الاخر المفروض الناس تسمع ليكوا ويكون ليكم منصة، زي واحد خالد منتصر بيقول بيقول انا ارى القمني يضحك مطلا من السماء على الشامتين، وبيقول بيشفق عليهم، وقال للدرجة جودي كان مؤثر فيكم ومؤثر عليكم انه حتى بعد وفاته مش قادرين ولا قادرين تشيلوا افكاره التنويرية. عايز اقول هو فعلا فعلا عليه من الله ما يستحق. انا من الناس اللي مش هينفع اكون محايدة، وفي هذا الموضوع مش قادرة اكون محايدة، لان في ناس في التعليقات هتقول دع الخلق للخالق، ربنا اللي بيحاسب، بس ده واحد اعلن كل معتقداته، اعلن كفره، اعلن الحاده، اعلن افكاره اللي للأسف عايزها تفضل موجودة، ولكن قدرة ربنا وسعت كل شيء، عليه من الله ما يستحق. مش هقول الله يرحمه، الله لا يرحمه بجد بعد كل هذا الفكر المتطرف. انا بشكر حضراتكم وعايزة رأيكم، لان الفيديو ده بالتحديد هيكون عليا فيه هجوم بالرغم من اللي هو قاله، مش احنا اللي قلناه. هسمعكم اخر حاجة دايما كان بيرددها في كل ندواته، وبشكركم وياريت تشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس. انا كاف ربنا هناك والشيطان جنبي. انا كفر